الراديو 90 هواها مصر. على عايزين نروح لاوروبا لان في كلام كتير قوي عن اوروبا، لكن هبداه بمحمد صلاح. الحقيقه في تواصل شخصي بيني وبينه، لان الولد ده انا مدعمه كويس قوي، وجوه الملعب وبره الملعب شخصيه جديره بالاحترام وبالاهتمام وبالدعم، لانه عنده تحدي جديد انه ينتقل من روما لليفربول، لكن عنده بس حته كده خاصه بالفيزا وبتصريح العمل، فهو النهارده في ماتش ودي هو مش هيلحق يلعبه، هيطلع لفرنسا ويرجع تاني، وقال لي انه هيلحق الماتش الجاي باذن الله يوم الجمعه الجايه. بالتوفيق لمحمد صلاح في تجربته والتحدي، وانا متفائل جدا بكلوب. كلوب مدير فني قوي جدا ومهم جدا انه يشتغل مع محمد صلاح، فنتمنى التوفيق مش بس لصلاح، نتمنى التوفيق لكل المحترفين المصريين سواء في انجلترا او برا انجلترا. نروح لاخبار النهارده. صحيفة اس الاسبانية النهارده بتتكلم عن المواجهة في لوس انجلوس. ريال مدريد سافر بدون راموس ويورينتي واسينسيو وكريستيانو مع 8 من ابناء المدرسة المدريدية. ماركا بتتكلم عن ريال مدريد في لوس انجلوس و25 26 لاعب، والتدريبات بدأت النهارده وحيلاعب مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وبرشلونه. جيمس رودريجيز راح بايرن ميونخ وراح بدون شرط يجبره على عدم اللعب ضد ريال مدريد، لان الاتحاد الاوروبي بيمنع وجود هذا الشرط. في بعض الانديه بتمنع انتقالات اللعيبه انها تلعب ضد الفريق المنافس، لكن جيمس لازم اقف عند الصفحه الرسميه لبايرن ميونخ بعد انتقاله، وهم ليهم نسخة أمريكية. كاتبين جيمس بيقدم واحد من أهم أفلام جيمس بوند، وحاطين له صورة إنه شبه جيمس بوند كده على أساس إن هو اسمه جيمس، فيعني ملقبينه بجيمس بوند. لكن الحساب الرسمي لسلسلة أفلام جيمس بوند راحوا مردين على بايرن ميونخ، قالوا له ويلكم جيمس، يعني بيرحبوا بجيمس رودريج. يعني انا بوريكم بس العلاقه ازاي لطيفه في الرياضه مع الفن، وازاي النجوم دي بتبقى لها قيمه حتى لو هم بيسعدوا الناس. بعد ماركا موندو ديبورتيفو برضو، واحنا لسه في اسبانيا، فالفيردي في لسه برشلونه بيدور على نفسه بعد الفتره الذهبيه، لكن بيدور على نفسه. اللاعب باولينيو بيريد ارتداء قميص البارسا، ونادي الصيني بيرفض بيعه، والسوق الصيني طبعا هيتقفل يوم الجمعة، فبالتالي في خناقة كده على باولينيو مع الصين، برشلونة عايزه. توتو سبورت الإيطالية بتتكلم عن يوفنتوس ودوغلاس كوستا، والمهمة اكتملت خلاص، ميشن كومبليتد. اللاعب وصل لتورينو وبيخضع ليه الكشف الطبي. لاجازيتا ديلو سبورت النهارده بتتكلم على دوناروما، ودوناروما ليه قصه كبيره جدا، بيوقع عقد جديد خلاص مع 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 ميلان لغايه 2021 براتب سنوي 6 مليون يورو، وميلان بينظر الان الارجنتيني لوكاس بيليا في الصفقه الثامنه ليه، وبالتالي دوناروما الجمهور راح رميله دولارات كده مزيفه وسموه دولاروما، لانه كان عايز يمشي، افتكروا ان هو يعني ما عندوش انتماء للميلان وراحوا مسمينه دولاروما، انما دوناروما خلاص وقع مع الميلان. في اس نرجع تاني لماتش، احنا عارفين ريال مدريد هيلعبوا بعض في السوبر الاسباني، بما ان ريال مدريد هو بطل الدوري وبرشلونه بطل الكاس، فهيلعبوا بعض في السوبر الاسباني، لكن قبل السوبر هيلعبوا بعض في امريكا في ميامي يوم 29 يوليو. اللي عايز يروح يتفرج على الماتش ده يحوش فلوس كتيره قوي، لان التذكره ب 10,000 يورو دولار. تخيلوا تذكره ماتش ريال مدريد وبرشلونه في ميامي وديه ب 10,000 دولار، رقم بيورينا قيمه التسويق في الكورة، قيمة الاقتصاد في الرياضة،
ان الموضوع ما بقاش للمتعة فقط. المتعة موجودة لان اللعيبة بتحب تتفرج عليها في العالم، التشجيع للفرق الأجنبية، التصوير حلو قوي، الإخراج بتستمتع بالمباريات العالمية، لكن قصادها في ناس بتكسب فلوس وناس بتصنع فلوس وناس بتصنع نجوم علشان الأسعار بتاعتها تزيد، وفي لعب كبير قوي لوكلاء اللاعبين. وهحكي لكم قصة لمان يونايتد مع واحد من أشهر وكلاء اللاعبين اللي خد رقم كبير جدا، أكتر من 40 مليون باوند عمولات، وهحكي لكم القصة دي بالتفصيل. طيب نرجع لأس الأسبانية، بتكلم على ثيو هرنانديز. النهاردة في سانتياغو ثيو بيقول إن مارسيلو هو قدوتي، وفي 5000 حيرتدي الرقم 15 وحينزل ملعب قصاد 5000 واحد هيحيوا هرنانديز اللاعب الجديد لمدريد. لكيب بتتكلم ان الاغراء اكبر، باريس سان جيرمان عمل اجتماع مع امري ووالد امبابي. طبعا امبابي لاعب موناكو، ولد صغير وبروميسنج جدا، ولاعب هيكون ليه مستقبل كبير، ومصنفينه كده شبه تيري هنري. وانضم للمنتخب وعنده 19 سنة، مدريد كان عايزه، زيدان كان عايزه، وباريس سان جيرمان هيقعد امري مع الوالد علشان يشوفوا امكانية التعاقد لامبابي. ميرور البريطانية بتتكلم عن روني وبيقول انا لست هنا من اجل الاعتزال. طبعا احنا كل الاسبوع اللي فات اتكلمنا عن روني وكاتب I'm not here to retire. روني احنا عارفين انتقل لإيفرتون نادي السابق بعد ما كان محقق انجازات مع مان يونايتد، ومورينيو قال له لا ثانك يو، مش عايزينك خلاص يا روني، مهمتك انتهت معانا. وبالتالي روني مش عايز يبطل، لسه صغير وعايز يلعب وعايز يحقق وعنده تحديات، فرجع لإيفرتون وقال ان انا عندي حاجة حسبتها مع إيفرتون، وبالتالي ننتظر البريمير ليج مع روني بقميص إيفرتون. طيب سان سبورت البريطانية بتتكلم ان في انفراد، زلاتان ابراهيموفيتش بيستعد للعودة للعب في اكتوبر عكس المتوقع، كان الناس فاكرة بعد اصابته انه هيقعد فترة طويلة. في تشيلسي في مفاوضات مع دورتموند من اجل اوباميانج، وعرض بيقدم 65 مليون جنيه استرليني. اوباميانج احنا عارفين هداف الدوري الالماني مع دورتموند، ولاعب افريقي محقق انجازات وكلمنا عنه، كان هو نجم الاسبوع اللي فات. النهارده في مفاوضات لتشيلسي، احنا عارفين تشيلسي خلاص بعد كوستا ما مشي بيدور على مهاجم، كان في كلام عن موراتا، دلوقتي في كلام على اوباميانج بعرض 65 مليون استرليني. اخر حاجه في السيجمنت ده جارديان بتتكلم عن كونتا، هي اول بريطانيه في نصف النهائي منذ 78 والان المواجهه مع فينس. انا بتكلم دلوقتي عن كونتا لاعبه التنس. في خبر تاني مهم قوي على جارديان، داني الفيش بيصدم جوارديولا والسيتي بالانضمام الى باريس سان جيرمان. نروح لبريك سريع وارجع معاكم ونكمل اخبارنا العالمية، وما تنسوش سؤال الحلقة اللي هنتكلم عليه في الفقرة الاخيرة، ماذا ينقص النادي الاهلي ليفوز ببطولة افريقيا؟ ابعتولي على 91.9 او على الصفحة الرسمية الراديو 90.90. اهلا بيكم ورجعت لكم. السيجمنت ده فيه اخبار مهمة قوي عن الاندية الاوروبية، بس حاجات لذيذة يعني هتنبسطوا فيها قوي، لانها فيها طبعا كوميكس وفيها تصريحات لبعض المسؤولين فيها مفاجآت. لكن خلونا مع صلاح، وانا يمكن قلت لكم ان صلاح في تواصل معايا كده قال لي ان الماتش النهارده الودي مش هيلحق يلعبه، لكن هيلعب الماتش الجاي علشان يخلص الاجراءات الخاصه بالفيزا وبتصريح العمل. لكن الموقع الرسمي لليفربول بيتكلم على ان صلاح عليه مغادره بريطانيا والعوده اليها مره اخرى، عشان كده هو كلمني وقال لي انه راح فرنسا، هو دلوقتي في فرنسا وهيرجع تاني
علشان رخصة العمل في بريطانيا. إنما يورجن كلوب بيتكلم على إن صلاح متواجد وبيتدرب بس مش هيقدر يلعب بكرة اللي هو النهاردة بسبب القواعد، وحيكون موجود في المباريات القادمة. كمان كلوب قال إن هنحاول نجيب تأشيرة لصلاح، وإن هو مش متأكد من إن إحنا بحاجة للحصول عليها، لكن هنروح باريس ونخليه هناك ليوم واحد أو يومين ويلحق بينا بعد كده. ده تأكيد للي قاله لي صلاح والخبر اللي أنا قلته لكم في الأول خالص. بعد انضمام جيمس لبايرن ميونخ بقى فيه مهاجمين على مستوى عالي جدا، طبعا أهمهم ليفاندوفسكي 28 سنة. جيمس بيكمل المجموعة الهجومية مع توماس مولر وريبري وكومان 21 سنة وروبن 33 سنة. السداسي ده هيلعب منه 3 مثلا او 4، لان احنا عارفين ان فيدال بيلعب تحتيهم، وفي كمان اكيد هيبقى في رافينيا او لاعب كوستا موجود، هنشوف مين اللي هيلعبوا اساسيين. انما لسه لازال بايرن ميونخ محتفظ باتنين مهمين قوي في الفريق، ريبيري 34 سنة وروبن 33 سنة. هل هيقدروا بقى يكملوا الموسم مع أنشيلوتي؟ إنما أنشيلوتي الحقيقة له تصريح مهم قوي، لازم انتوا تخشوا تتفرجوا على الصورة بتاعته، لأنه بيكلم على مانويل ناير وبيقول إن احنا عندنا كمبيوتر في حراسة المرمى وده اللي بيصنع الفرق. We have a computer in the goal. حاطين صورة طبعا لمايكل ناير، والصورة دي ترانسفورمر، يعني شكله كده ماشي بحاجات. لازم تشوف الصورة لأن ممكن تبقى صورة الأسبوع. نروح لإيطاليا واليوفي. احنا عارفين اليوفي طبعا بعد وصوله لنهاية تشامبيونز ليج وحصوله على البطولة الإيطالية الدوري الإيطالي، في طعم لاتيني كده في هجوم اليوفي السنة الجاية. هيجوين أرجنتين، ديبالا أرجنتين 23 سنة، دوغلاس كوستا برازيلي 26 سنة، وكوادرادو كولومبيا 29 سنة. اللعيبة دي كلها من أمريكا اللاتينية، يعني في فليفر كده لاتيني. هنتفرج على اليوفي مفهوش طلاينة خالص، طلاينة هتلاقوهم ورا في الديفنس بيدافعوا لأن هم دول شغلتهم الأساسية. احنا عارفين الكاتيناتشو الإيطالي والأداء الدفاعي لإيطاليا. نروح لإنجلترا، والحقيقة مورينيو هنا خد قرار بتعيين مايكل كاريك 35 سنة كابتن لمان يونايتد. احنا عارفين طبعا ان روني كان هو الكابتن وروني مشي وراح إيفرتون، وبالتالي خلوا بالكم كلمة كابتن دي مش شارة بتتحط على الكتف، كابتن دي قيمة كبيرة جدا ان يبقى كابتن مان يونايتد، لان كابتن الفريق وكمان مش بالأدمية. احنا لسه لازال في مصر كابتن الفريق بالأدمية، لا، كابتن الفريق دلوقتي بيتم تعيينه كابتن الفريق بصرف النظر عن انه قديم او لا، او انه هو من نفس البلد او لا، لان كابتن الفريق بيتطلب مواصفات شخصية للاعب، مزيد من الاحترام، لازم يكون لاعب اساسي، ما ينفعش كابتن الفريق ويبقى قاعد احتياطي طول الدوري، يبقى كابتن ازاي؟ لازم يكون في الملعب. القائد ده بيبقى ليه دور جوه الملعب، بينقل تعليمات، ازاي يحافظ على السبيريت بتاعت اللعيبه، ازاي يفرض احترامه وشخصيه النادي في كابتن الفريق. فكابتن الفريق مش بيروح كده يقول لا اختار الملعب اني ملعب وخلاص ويسلم ويتصور، لا، كابتن الفريق قيمه كبيره. القيمة دي موجودة في مانشستر يونايتد الحقيقة على مدار تاريخ مان يونايتد، أسماء لعيبة كانوا كباتن، لعيبة كبار جدا، أهمهم كانتونا، ده كان لاعب فرنسي، عشان كده بقول لكم مش بالأدمية أو بجنسية اللاعب في الفريق. كانتونا كان فرنسي، كان هو كابتن الفريق. ستيف بروس كان كابتن الفريق. روني طبعا في الآخر. في كمان اقدر اقول لكم جاري نيفل كان كابتن الفريق، وين روني اخر واحد، لكن كمان او كاريك بقى هو اخر واحد.
اللي انا فاكره ان كمان كان باكم مش فاكر كان في وقت لبس شارة الكابتن، وباكم كمان كان من الشخصيات القيادية جدا وبيعتبر من اساطير مان يونايتد والكرة الانجليزية. لازلنا في انجلترا وارسن فينجر، ارسن فينجر جدد خلاص، احنا عارفين فاكرين طول الدوري شغال احنا هيمشي ولا هيقعد، عمارة اكد لي انه لا قال لي هيقعد وفعلا ارسن فينجر قعد ومضى عقد لمدة سنتين. لكن ارسن فينجر بيكلم على سانشيز وكلام كله ان كان في خلافات معاه وسانشيز هيمشي، لكن فينجر بيأكد ان سانشيز قاعد. بس الكاريكاتير بقى اللي محطوط لفينجر بيشبهوه بالجوكر، لانه اتكلم قبل كده عن لعيبة قال انها قاعدة ومشيت، يبقى طالما قال كده على سانشيز يبقى توقع ان سانشيز هيمشي. قال على مين قبل كده؟ قال على ادي بايور راح مان سيتي، وقال على كليتشي راح مان سيتي، وقال على سمير نصري راح مان سيتي، وقال على فان بيرسي. فان بيرسي كان واحد من المهاجمين الهولنديين اللي حققوا انجازات مع ارسنال لكن راح على مان يونايتد. يبقى ارسن فينجر لما بيتكلم على سانشيز بيقول انه قاعد، توقع ان سانشيز هيمشي بكاريكاتير الجوكر بتاع ارسن فينجر. عندنا تصنيف للانديه الاوروبيه، والتصنيف ده مهم قوي ان احنا نقف عنده. ليه؟ لان ريال مدريد في الصداره، واتلتيكو مدريد الاسباني نمره 2، وبرشلونه الاسباني نمره 3، بيجي بايرن ميونخ نمره 4، واليوفي 5، وسيفيا الاسباني رقم 6. باريس سان جيرمان بيحقق انجاز بيوصل 7 على مستوى اوروبا، دورتموند 8، مان سيتي 9، بنفيكا البرتغالي 10، وارسنال 11، بورتو 12، وتشيلسي 13، ونابولي الايطالي 14، وليفركوزن 15. نقف عند مين؟ نقف عند الأندية الأسبانية. تخيلوا كم نادي في التوب 10، ريال مدريد وأتلتيكو وبرشلونة وسيفيا، يعني أربع أندية أسبانية في قمة البطولة الدوري أو الرانكينج الأوروبي. طبعا ده بيأكل لنا أن أسبانيا طبعا مع الفارق بالدوري الإنجليزي، الدوري الإنجليزي فعلا دوري قوي ومنافسة على من 6 أندية على بطولة البريمير ليج، لكن الدوري الأسباني بيتصدر أوروبا، الأندية الأسبانية بتتصدر الرانكينج الأوروبي. End of an era، عندنا صيف انتهاء الأساطير، رحيل الأساطير. احنا عارفين في كرة القدم كلمة أسطورة دي بيبقى وراها تاريخ، بيبقى وراها إنجازات، بيبقى وراها كاريزمة لعيبة، بيبقى وراها تحقيق بطولات شخصية للاعب أو مع نادي أو مع حتى المنتخب. عندنا توتي 40 سنة يرحل عن روما بعد 25 سنة. أنا بقول لكم أسماء لعيبة مع أنديتها حققوا إنجازات وتاريخ كبير. جون تيري 36 سنة بيرحل عن تشيلسي بعد 19 عام حققوا مع تشيلسي. روني 31 سنة احنا عارفين خلاص بيرحل عن مان يونايتد بعد 13 سنة. انتوا عارفين جه وقت روني كان اعلى راتب في العالم في وقت من الاوقات كان روني، وكان وقتها بيلعب سترايكر، جه بعد كده في اخر سنتين ثلاثة بقى يلعب شادو سترايكر وغير من مركزه. طيب هيروح ايفرتون وعنده لسه تحديات. اخر واحد فيليب لام 33 سنة الالماني مع بايرن ميونخ بيعتزل كرة القدم نهائيا بعد 15 سنة مع بايرن ميونخ ومنتخب المانيا. لام الحقيقة لما تبصوا على السي في بتاعه خشوا عليه كده تلاقوه محقق انجازات كبيرة جدا مع بايرن ميونخ ومع المانيا. النهاردة الفير بلاي، واحنا عارفين لازم نوصل لكم مسج، بما ان البرنامج اسمه فير بلاي لازم كل حلقة نختار ايه الاحداث اللي ممكن تدينا رسالة للفير بلاي. الفير بلاي دراما النهاردة، لان الطفل برادلي 7 سنين ده واحد من اكبر مشجعي ساندرلاند، واحنا عارفين انه كان عنده كانسر وشفناه نزل ملعب وشفناه دفو
صاحبه جدا جيرمين دوفو لاعب ساندرلاند برادلي اتوفى، ودوفو راح كاتب وحاطط صورة ليه وشايله وبيحضنه وقال له سليب تايت، ارقد في سلام يا طفل يا صغير يا افضل صديق لي، ماي بيست فريند. جيرمين دوفو منتهى الوفاء والاحترام لطفل كان بيعاني من السرطان وتوفى عنده 7 سنين. نروح لبريك سريع وارجع معاكم بقى لاهم ملف هو الكلاسيكو الاسباني بين ريال مدريد وبرشلونة، هيلعبوا بعض ازاي وامتى. اهلا بيكم، والفقرة الاخيرة قبل ما اقول المسجز لانها كتيرة قوي وردكم على سؤال الحلقة، لازم اقف على الكلاسيكو الاسباني برشلونة وريال مدريد. برشلونة وريال مدريد هيلعبوا 3 مرات، مرتين مرة ودي ومرتين في السوبر. الودي يوم 29/7 هيلعبوا في امريكا في ميامي، والتذكرة افكركوا $10,000 للي عايز يفكر يروح يبص على المباراة. لكن هيلعبوا بقى في السوبر الاسباني كلاسيكو، هيلعبوا مرتين في 4 ايام، يوم 12/8 مباراة الذهاب و15/8 مباراة العودة. ده السوبر الاسباني كلاسيكو هيكون جامد جدا. لكن استعدادات بقى ريال مدريد وبرشلونة للمشجعين والعشاء ريال مدريد وبرشلونة، تعالوا نشوف بيستعدوا ازاي. برشلونة مع فالفيردي في اول موسم ليه عنده مشاكل في التعاقدات. ايه هي المشاكل؟ اول لاعب برشلونة كان عايزه هو كوتينيو صانع العاب ليفربول، وليفربول قال له لو عايزه اوكي 90 مليون يورو علشان يفكروا في العرض. ده اول لاعب برشلونة عايزه. طيب عثمان ديمبلي ده لاعب دورتموند برشلونة كان عايزه، قال له ليه لا، هات لنا عرض ب 75 مليون يورو. فديمبلي لسه. طيب فيراتي النجم الايطالي ولاعب بي اس جي رفض كل محاولات برشلونة. فيراتي خلاص طلع تصريحات قال لا انا قاعد مش ماشي، فاذا فيراتي كمان مش هينفع ياخدوه. اخر لاعب باولينيو بيلعب في الصين في جوانزجو، وبرشلونة قدم عرضين واترفضوا من الصين. مين رد بقى وكان نفسه ان باولينيو يلعب في برشلونة؟ نيمار. نيمار بيعلق على باولينيو وقال ان انا اتمنى ان باولينيو يوقع للبارسا لان هو صاحبي ولعيب كبير والكل هيرحب بيه، لكن العرضين مرفوضين. انيستا بيصرح انه انا 33 سنة لكن لا مش هعتزل، لسه عندي مزيد من التحديات والانجازات ولسه عايز العب كورة. ده انيستا. طيب نروح لمدريد بقى في المقابل، زيدان بيعمل ايه؟ احنا شفنا السنة اللي فاتت زيدان عمل الناس بقى اللي بتقعد تتكلم على الروتيشن وتغيير اللعيبة في مصر والطريقة، مفيش نادي هنا في مصر بيعرف يعمل روتيشن، زيدان بيعرف يعمله. عمله وشفنا عنده صف تاني من اللعيبة بيلعب الدوري الاسباني، كان بيريح ال 11 لاعب الاساسيين، وعنده 11 لاعب احتياطي كانوا بينزلوا يقدوا ويكسبوا زيهم زي الاساسيين. اذا هنا متوسط الاعمار في اي فريق، ودي رساله لاي نادي عايز يحط سياسه انه يبني فريق، لازم يفكر مش في المراكز بس، يفكر في متوسط اعمار اللعيبه. طيب زيدان عمل ايه؟ استعاد خيسوس فاليو 20 سنة بعد إعارة ناجحة في فرانكفورت، وحيلبس رقم 3 اللي هو كان لابسها بيبي بعد ما مشي وراح تركيا. زيدان عمل ايه تاني؟ رجع ثيو هرنانديز، اشترى ثيو هرنانديز 19 سنة، يعني فاليو 20 وهرنانديز 19 مقابل 30 مليون يورو من أتلتيكو مدريد وحيلبس 15. ريال مدريد استعاد تاني ماركوس لورينتي 22 سنة، خلوا بالكم من الأرقام بتاعت أعمار اللعيبة، بعد إعارة ناجحة في ألافيس وبيلعب في نص الملعب. سيبايوس 21 سنة لاعب بيتيس وأفضل لاعب في أمم أوروبا للشباب، اشتراه ريال مدريد مقابل
18 مليون يورو بيلعب في وسط الملعب. بنسبة كبيرة موراتا قاعد في الريال بعد فشل انتقاله في مانشستر يونايتد بسبب القيمة اللي حطها ريال مدريد. كان عايز يبيع موراتا بكام؟ ب90 مليون يورو، وده نفس سبب رفض تشيلسي التعاقد معه. اذا الريال حاطط بلان، عنده مشروع، عنده خطة، عارف بيعمل ايه، باصص للبطولات وفي نفس الوقت باصص لبناء فريق من لعيبة صغيرة. هو ده اللي المفروض نتعلمه لما بتيجي تفكر تعمل قائمة او تيجي تحط بلان. مش المدير الفني اللي بيحط البلان على فكرة، النادي اللي بيحط السياسة. المدير الفني ممكن يتعاقد سنة سنتين ويمشي، لكن النادي هو اللي بيحط سياسة النادي. نكمل مع لوكا مودريتش، بيحذر اي لاعب يفكر في الرحيل عن ريال مدريد. هو خلاص بقى مدريدي مودريتش، وقال ان مدريد افضل نادي في العالم والرحيل عنه خطوة للوراء. دي تصريحات مودريتش قبل انتقال جيمس لبايرن ميونخ. وطبعا احنا عارفين العلاقة بينه وبين بعض علاقة قوية قوي بتبان في الملعب.